مو تنسى تقول دعاء السفر اول ما تركب الطيارة. حاضر والله حاضر دالي، ايش فيك؟ ترى انا مسافر 5 ايام مو 5 سنين. يا عشان اطمن. صح نسيت، انا مزهبت لك مصحف صغير عشان تاخذه معاك، انطرني لا تروح. تمام. اليوم كنت بالشركة قاعدة على مكتبي بيدي قلم ورقة تنازل عن البرج حق شركة ثانية. لحظتها يعني شعور اني كني بضحي بكليتي لشخص ثاني. تذكرت سؤالك لما قلت لي مضاوي كنتي راح تتبرعين بكليتك لي. ساعتها لفيت الموضوع وسكت لان جوابي كان راح يزعلك. لا جوابي كان لا يوسف، أنا حبيتك وبظل أحبك، بس هم أحب نفسي أكثر. أنا الحين بكون بالطيارة رايحة لندن وما راح أرد الكويت. أبيك تسامحني لأني ما راح أقدر أكمل معاك المشوار. دير بالك على نفسك.